تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الغير، شعار هذا الفيديو. ألور فيديو تاع اليوم يجيكم من مدينة مارسيليا المشهورة أفضل في فرنسا، والتي تعتبر ثالث أكبر يعني ديبارتمون أون فرانس. الفيديو تاع اليوم يتعلق بالأوضاع الحالية في فرنسا، وكذا ما يخلفه ما يحصل في فلسطين وإسرائيل. طبعا الأمور هنا جد جد يعني en disant calme، يعني لا يوجد يعني هناك مشاكل، لا يوجد اي يعني رموز والا دي سيني دو راسيزم، مي بار كونتر لا في سي المارش دون فاصون نورمال. طبعا الاثار يعني التي ستخلفها تلك الاحداث حول طلبات الفيزا في الجزائر، اقول لكم يعني انها 0%، بحيث انه عندنا في الوكاله تاعي المتواضعه في ولايه عنابه اللي تلقاوها طبعا عن طريق البحث في جوجل، اكتبوا فقط مراتك، تبعوا لوكاليزاسيون، يديكم مركز عاشور، سنتر كوميرسيال كنزي في الطابق الاول قدام ستاسيون دو لافاج دو ساسي كادونا. تطلعوا تلقاو لي زاسيستون تاعي انيس رمزي وكذا احمد، اللي راح يجاوبوا على المكالمات تاعكم استفساراتكم وكذا، يوصلوا جميع المعلومات الخاصه ليا انا. طبعا نسبه القبول في الوكاله راها وصلت لحد الان 64.4%، ومرجحه الى ان تصل الى 67% فور يعني التاكد من صحه المعلومات التي قدمها طبعا الزبائننا حول حصولهم طبعا على الفيزا الفرنسيه. دونك لا دوموند فيزا ان فرانس والا دوموند فيزا فير لا فرانس راها ماشيه بطريقه سلسه، وهذا امر لا يؤثر ابدا على سيروره عمل تي اس كونتاكت وكذا قنصليه فرنسا من ناحيه اتخاذ القرارات وكذا من ناحيه دراسه الملفات. بالنسبه للدول الاخرى، كندا تحتل الصداره، ثالثها اسبانيا ورابعها ايطاليا، خصوصا للتجار الحاصلين طبعا على دعوه رسميه من ايطاليا انه نسبه القبول تاعهم راها وصلت 80%، نسبه كبيره جدا يعني تقدر، لكن ما ننساوش باللي عدد الطلبات نحو قنصليه ايطاليا راه شويه قليل، ماهوش كيما قنصليه فرنسا طبعا بالجزائر عنابه وكذا فروعها في وهران ايضا. طبعا حنقول لكم مراسلكم في مرسية، دونك نحاول نجيب لكم اغلبيه المستجدات. اي انسان في فرنسا يحتاج لمساعده يمكنكم الاتصال بمباشره عبر الرقم الهاتف الموضح اسفله الفرنسي، واي انسان في الجزائر يحتاج مساعده يمكنكم ايضا الاتصال عبر المقام الموضح اسفله في الجزائر، وهناك ايميل واحد ووحيد mogatexcel@gmail.com اللي يخليكم تستفسروا، ترسلوا معلوماتكم، ترسلوا اقتراحاتكم، تعليقاتكم وكذا. لا طبعا في الاخير اريد ان اطرح عليكم سؤال، ما هو رايك حاليا في الاوضاع الحاليه حول طلبات الفيزا في فرنسا؟ انت كطالب فيزا هل حصلت طبعا على الفيزا الفرنسيه ام لا؟ طبعا هذه كل معلومات ماذا بيكم تحطوها هنا اسفل الفيديو هذا في تعليق من اجل ان تعمل فائده. كان معك العاده مرتك، نقول لكم تهلاو في روحكم خاوتي، تشاو والى اللقاء.